استاذ ملحم بركات، شو فيك تحكي لنا عن مشاركتك الاولى بمهرجان موازين هون في المغرب؟ كثير عجبني، يعني مره ثانيه ما بتعت الهم للجمهور ولا بتعت الهم الحفل، يعني المهرجان قد ما سوقين ومنظمينه بشكل حلو كثير، يعني مرق كثير فنانين ومش هينين، يعني الفنانين اللي مرقوا في منهم مزعجين بقعدتهم وبحياتهم تحملون، وهذا غلط. أستاذ ملحم بركات، مين منافسك اليوم على الساحة الفنية عربيا؟ كاظم كويس. غير كاظم بحب محمد عبده، بس يا أخي أود بفهمش بقول، بفهمش الكلام اللي بقوله، يا ريت بهيك يلاقي شاعر مثلا هيك يعمل له كلام نقدر نفهمه، لأنه من المطربين الركزين والكويسين والخطرين هود اللي بنفسه عمل بقى مشي. لمين حابب تلحن؟ انت حابب كتير لحن لفيروز، صار اجتماعي وصار أكثر من جلسة ما زبطت، أنا في ناس كانوا بوجه هالشي ما بدهم. طب شو رأي الست فيروز بالموضوع؟ مرة سألتها قلت لها ليش عم تعطوني مواعيد وبترجع بتتغير، عرفت كيف؟ يعني اليوم لما تعطي موعد لشخص أكثر من أسبوع وتقول له إنه فلان مريض ما رح يقدر يجي، كل جمعة مريض كل جمعة، هذا في مرض وراء هالشيء، مرض كبير يعني بيعدي. هذا اللي كنت أحلم فيه أكثر شيء. برأيك بعد في مستمعين للطرب بالعالم العربي؟ طبعا موجودين، كله موجود، ملايين من الناس من الدول العربية، العرب يعني سميع، في ملايين من الناس. هل بقول لك لا رتم، الناس بتحب الرتم طبعا، الناس اذا قاعد سهران بمطرح بدهم يرقصوا طبعا بحبوا الرتم، صاروا اغلبيه هلا. لا في كثير، لانه ما فيش مين عم ينتج اغاني طرب. اوقات انا بعمل اغنيه تلاقي الناس كلها خي بيعمل لك هيك، منيح عملت لنا هالغنيه، بس عم بيشوفوني يا استاذ وينك انت يا عم، ليش تركنا هيك بلا اغاني جميله، بلا اغاني الطرب، اغاني الفن، فيها فن فيها موسيقى، مش ضروري يكون طرب يعني، فيك بس يكون في موسيقى، في جمله موسيقيه جديده ما في. تقعد تسمع راديو او تسمع تلفزيون مثلا، انا بعصب صرت الراديو اوقات بطفيها هيك عم برجف، ما في لا بقى تعرف الاغنيه من الدعايه، ما بقى تعرف تسمع الدعايه شو بتفكرها اغنيه شو بتجي اغنيه، ما بقى في، ما كله فن لورا حرام. ملحم بركات، الفنان بلحق الجمهور ولا الجمهور بلحق الفنان؟ إذا أنا عندي عمل حلو أغنية ضاربة معي، الناس بتجي بتسهر بتسمعك، إذا مش عامل في ناس بحبوك كفنان، بس مش مثل ما يكون عندك عمل ناجح بتشوف العالم جاي ريك بدها تحضر، هي بس يكون عندك عمل. فالفنان هو اللي بيخلي الجمهور يلحق، وهو اللي لازم يلحق الجمهور، شوف الجمهور شو بده. برأيك في احتكار للفن بالسوق العربي؟ ايه. كيف لاحظت؟ اليوم في قوة خليجية عم بتحاول تعمل الشيء. بس على الموسيقى الخليجية؟ لا، على الموسيقى العربية. لا، الخليجية والعربية. في قوة كبيرة يعني كامشي هالشيء هذا. وبتمنى انه يكون خير. بس في ناس عم يشتغلوا على السكت. شو بيشتغلوا؟ يعني بيشجعوا ناس على ناس، وهذا الشيء مبين يعني ظاهر مبين، بس خير يعني أنا بتمنى يكون خير للأمة العربية، بس ما 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 يأذوا الباقيين. في قوة، في نشاط، في مال عم بينحط. شو بخوفك بالحياة؟ العمر فنيا، كل شيء العمر بخوف. Santo Yasuo, oh, 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 oh.
مغرب المغرب بلد السلام والمحبة والملك العظيم أهل رسول مغربي، أنا زارا ناس ينطو جوازتك مغربي.